لو الحكاية فيها إن فيتو. نروح بعد كده لبرج الدلو. الدلو النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وده بيديهم قدرة على التفاهم مع الناس اللي حواليهم، بيعرفوا النهاردة ان هم يتواصلوا بصورة افضل مع الناس بقى كلها، سواء كانوا معاهم في الشغل او في حياة اجتماعية او مع الاحباب ومع الاخوات، ويعني في جميع الاحوال هيعرفوا يتفهموا، يعرفوا يقنعوا، يعرفوا يتفاوضوا بطريقة افضل وبلباقة اكتر.